السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا دائما بالصحة والهنا والسعادة وراحة البال. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الكلة خفيفة، الغداء ولا العشاء يمكن لك تقدميها في اي وقت. اليوم الشرائح ديال اللحم اللي كنقولوا ليه حنا بوفتيك، هما هادو كنفرقتهم هنا. سمحوا لي راك غنوريكم الاول ساعه داك الفيديو تمسح ليا عاد عاودتو ثاني. كانوا هنايا في هاد السفيره، كنت درت رقدتهم، درت ليهم شويه الزيت العود، شويه الخل، التفاح، التحميره والبزار والكمون، وحكيت شويه الثومه، ودرت شويه ديال الصوص الصوجا، ودرت شويه ديال المطار، ورقدتهم وخليتهم ليله كامله في الفريغو. ماشي في الفريغو، اسمحوا لي، المنجمد غير لتحت، خليتهم في الثلاجه لتحت، داتو الليله كامله باش كيشربوا ديك القيمه وكيكونوا فتيين. وكنهز لا شابلو، هاد لا شابلو البنات كنصوبها راسي، داك الخبز كامل ما تبقاوش تضيعوه. هذاك الخبز اللي كيشيط لكم، ماشي كامل الخبز اللي كيشيط لكم بحال الباكيت ولا الخبز ديال الدار، اي خبز شاط لكم ما تبقاوش تضيعوه. ديروه في شي بلاستيكه وحطوه في الفريغو، حطوه في الفريغو وقت ما بغيتو باش تبداو كتحكوه، كتحكوه بديك الحكاكه الغليظه ديال الطماطيشه، ما ديال الحكاكه اللي كنحكو فيها اي حاجه، الطيشه البصله اي حاجه، المهم الحكاكه الغليظه فاش كنحكو. وكنديروه في الثلاجه وكيبقى عندك ديما، وكتستخدميه بشحال من حاجه. كدير واحد المقله كديري فيها الزيت شويه، ما كتكثريش الزيت، عندي هذه المقله ما كتلصقش، درت فيها شويه ديال الزيت مكترش. مع داك لا شابلو اللي فيه ما كيخليهش يشرب الزيت، كيجي ناشف، هو ناشف ما شربش الزيت، ولكن من الداخل كيكون رطب، ملي كتبيتيه في القامه كيكون رطب بزاف، كيكون هشيش من الداخل ما كيكونش ناشف. ودرت معاه واحد التكتوكه، مقبله التكتوكه درت غير بالفلفله ومطيشه، شويه الزيت العود، والقامه الكمون البزار، وشويه الثومه حكيتها. صافي هادشي اللي درت فيها، هي اللي غنقدم. ودرت واحد الشلاضه ديال الروست، هي دابا تشوفوها، شجلت لكم من الاول من يلا خرجت اللحم من الثلاجه، ولكن داك الفيديو الاول مشى ليا. عاد عاودت عاوتاني، المهم نتوما راه تعرفوا كيف كتهجروا واحد السوبيره كديروا فيها القامه، كل واحد راه عارف القامه ديالو. المهم هو اللي كتزيدي هو شويه ديال الصوص ديال الصوجا، وكتزيدي شويه ديال المطار، صافي، الزيت البلديه، وشويه دخل التفاح. هذاك هو السر ديال هذا البوفتيك، باش كيجي طري من الداخل وكيجي هشيش وما كيجيش ناشف وقاصح، ويبقى دايت الليله كلها في الثلاجه. صوبي في الليل تاع الغد عاد خرجي. كيجي رائع في هاد القيمة، كيجي رائع في المذاق. هذا هو بوفتيك ديالنا ملي كيطيب، كيجي بحال هذا الشكل، كيجي رائع بزاف ولذيذ في المذاق. قدمنا مع هذا الشلاضه، هذه الشلاضه ديال الطروز، شلاضه عاديه درتها فيها الرز وفيها المايز وفيها شويه الطون، الطون كنديرو غير من الفوق
ماشي كلشي كياكل الطون، باش اللي بغا كياخد، اللي ما بغاش كياكل غير الرز والخضار والبيض ومطيشه والخس، سلطه عاديه. ها المقبله ديالنا، هاد التكتوكه اللي فيها مطيشه وفيها الفلفله، هذا هو الغداء ديالنا ولا العشاء، كيجي خفيف. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، راه كيجي هائل بزاف. ها هو شفتو كي كيجي مع داك لا شابلو، اللحم ما كيشربش الزيت، ما كتدخلش ليه الزيت لداخل، وكيجي فتي بزاف من الداخل، كيجي فتي وكيكون فيه واحد المذاق رائع بزاف. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، اللي باقي ما شارك في هذه القناه كنتمنى تشاركوا وتبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم وعائلتكم، باش توصلوا دائما بالجديد. يلا الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله. كنتمنى تكونوا دائما في الهنا والصحة وراحة البال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.